لو لعبت يا زهر واتبدلت لحوار وركبت اول موجة في سكة الاموال. معنا تلات مؤلفين للفيلم، كنا عايزين نعرف الفكرة ايه، وعايزين نعرف الفكرة جات لكم ازاي، وازاي كان بيحصل تعاون ما بينكم في كتابة تمام. اهلا وسهلا بيكم. اولا هو فيلم اوشن 14، فيلم كوميدي خفيف عباره عن يعني بطوله جماعيه ما بين الابطال بتوع الفيلم. الفكره جات لنا ازاي؟ احنا كنا في البدايه كده يعني قعدنا مع بعض، احنا ثلاثه اصحاب اصلا، فقعدنا مع بعض نشتغل، حبينا نعمل فكره فيلم يكون فيه زي نصب او فكره عمليه سرقه او حاجه زي كده بشكل كوميدي يعني. فبدأنا نكتب فيلم المجموعة من الأبطال، وبدأنا فعلا إن احنا بنتعاون مع بعض لغاية ما اشتغلنا على الفكرة كلها لغاية ما كملناها. بعد كده حطينا التتابع بتاع الأحداث وكتبنا السيناريو كامل، وكنا بنتابع بعض وبنقرأ حاجة بعض اللي بنكتبها وبنعدل لبعض وكده لغاية ما خلص البرودكت في الآخر يعني. بعد كده كان في مراحل تانية بقى يعني هيكلموك عنها. ورشة عمل من ثلاث كتاب لفيلم في مجموعة كبيرة من الأبطال، هل يا ترى كنتوا حاطين في بالكم الأول إن هم دول يبقوا أبطال مسرح مصر، ولا اشتغلتوا وبعدين؟ لا خالص، احنا كتبنا فيلم عادي جدا في الاول ببطوله جماعيه بنفس التيمة بالظبط، نصابين وكل الكلام ده. بس لما عمر متولي كانت عجبال القصه وكان عايز يعمل طاعون في وسط المجموعه دي، فابتدينا ساعتها نتكلم مع محمد سبكي ان احنا هو طبعا من مسرح مصر، فكان عايز حابين هم يعملوا حاجه مع بعض، فتجمعنا في المنطقه دي. بس فيلم كوميدي فيه شويه سسبنس، ايه صعوبات الكتابه اللي فيه؟ في ان احنا ازاي السسبنس ده نحوله لضحك، يعني ازاي بسسبنس انا مستمتع وانا بتفرج ومش فاهم في نفس الوقت اضحك. فده كان ممكن اكتر حاجه بتواجهنا، زائد ان هم نفسهم نجوم، فانت بتتعامل مع ناس هي اوريدي في الكوميديا عاليه، فانت لازم توصلهم لنفس المرحله دي من خلال الفيلم. هيكون في تعاون تاني في افلام تانيه قريب، او بداتوا فعلا تكتبوا حاجه تانيه؟ والله لسه يعني احنا لينا شغلنا لوحده، بس اتمنى يعني ان احنا نعيد التجربه دي. بس هنتعاون تاني ان شاء الله مع بعض باذن الله قريب باذن الله. تعملوا حاجه سواء دراما او سواء شغالين على حاجه برضو، وربنا سهل ان شاء الله الايام الجايه دي هتبان يعني. والله هو في اكتر حاجه، احنا كل واحد فينا بيكتب لوحده وفي حاجات كاتبينها مع بعض، ففي افكار يعني في مجموعه من الافكار ما بين بقى. والله في حاجات كوميدي وفي حاجات سسبنس وفي حاجات دراما، في حاجات تلفزيون وفي حاجات سينما، يعني في اكتر من حاجه يعني. ان شاء الله قريب يتعرفوا عنهم باذن الله. بنتمنى لكم التوفيق والف شكر. شكرا ليك. شكرا.